مرحبا متابعي قطر داي في حلقة ثانية من برنامج Stories from قطر. اليوم معانا ضيف تعرفنا عليه من وراء الكواليس من فعالية ملتقى شباب الأدعم الافتراضي اللي كان من تنظيم وزارة الثقافة والرياضة. حياك الله أستاذ أحمد الأنصاري، مسؤول تراخيص شبابية، وشكرا على وجودك معنا. الله يسلمك، بالعكس احنا نتشرف ان نكون موجودين معاكم على قناتكم هذه اللي هي قطر داي، وان شاء الله راح نتعرف على بعض اكثر من خلال الجلسه اللي راح تكون بيننا وبينكم ان شاء الله. طبعا كان له دور جدا كبير في نجاح الملتقى الشباب الادعم الافتراضي، بس قبل ان نتكلم اكثر عن الملتقى والفعاليه خلينا نتعرف عليك. طبعا تتعرفون علي اكثر، اخوكم احمد الانصاري. طبعا انا كان لي العديد من البرامج وعديد من المشاركات في البرامج والفعاليات، طبعا وانا كنت صغير كنت اشارك في برامج كثيره موجوده خاصه في الشباب، طبعا اللي كانت تابعه لوزاره الثقافه والرياضه حاليا. ايضا من ضمن المشاركات كنت عضو في جمعيه الكشاف والمرشدات القطريه، طبعا كان لي العديد من المشاركات سواء في المعسكرات الداخلية اللي موجودة في داخل دولة قطر أو خارج دولة قطر، في المعسكرات أيضا العالمية اللي موجودة شاركت في أكثر من معسكر جمهوري عالمي خارجي. بالنسبة للمشاركات اللي كانت موجودة في دولة قطر في المراكز الشبابية، طبعا كنت أشارك في كثير من البرامج اللي كانت موجودة، وأيضاً كنت أمثل دولة قطر في البرامج اللي تعمل فيها الوزارة سواء كانت داخل دولة قطر أو خارج دولة قطر. تمام، بعد ما تعرفنا عليك أكثر وما شاء الله عندك خبرة كبيرة في البرامج الشبابية، كلمنا أكثر عن فكرة الملتقى، من وين جات الفكرة وإيش هي الأهداف اللي أنت كنت حابين تحققوها؟ طبعاً جات فكرة هذا الملتقى على ختام البرامج الصيفية للمراكز الشبابية. طبعاً إحنا مثل ما أنتم عارفين إحنا عندنا المراكز الشبابية في خلال فترة الصيف تقدم برامج وأنشطة للشباب، طبعاً هذه السنة قدمنا إحنا البرامج من خلال المراكز الشبابية اللي تابعة لوزارة الثقافة والرياضة، برامج افتراضية عن طريق المراكز، عن طريق الدورات للمنتسبين للمراكز. جات الفكرة هذه إنه تكون ختام للبرامج اللي تكون موجودة. طبعاً إحنا عملنا منصة شبابية خاصة بالشباب وأشركنا فيها بعض المراكز الشبابية اللي كان لها قيمة من ناحية البرامج المقدمة من قبلهم. كلمنا أكثر عن دورك في الملتقى الافتراضي وتنظيمه. طبعاً كان دوري من ضمن الفريق القام في إعداد ملتقى شباب الأدعم الافتراضي اللي كان في خلال الفترة من 11 إلى 15 يوليو في هالسنة 2021. طبعاً إحنا الفريق كان مجزأ إلى عدة أجزاء، لكل فريق له مهام موجودة. من ضمن المهام اللي تم تكليفها لي أنا أكون من ضمن مع الشركة القائمة فيها من خلال التصوير، من خلال إعداد الموقع لنقل البث المباشر للحدث هذا، ومن ايضا من خلال التصوير سواء نقل ما بين الاستديو الاول والاستديو الثاني للملتقى. تمام، كلمنا اكثر عن ضيوف الملتقى والبرامج اللي كانت تنعرض. طبعا بالنسبه للبرامج والضيوف اللي كانوا موجوده، كانت عندنا البرامج جدا مختلفه وجدا متنوعه وجدا كانت يعني نفس ما انتم تقول فيها تشويق اكثر من برنامج لبرنامج. طبعا يعني احنا عندنا البرنامج كان لمده 5 ايام، وفي كل يوم برنامج مختلف عن اليوم السابق. يعني كان عندنا البرامج على عطنا من تجربتك لمشاركة من الشباب المبادرين عن تجاربهم سواء كانوا في مجال التصوير أو في كان مجال الحرف اليدوية. كان عندنا أيضا لقاء من الأجيال، طريقة جمع الأشياء القديمة وربطها بالحاضر والحفاظ عليها. أيضا كان عندنا جلسات نقاشية لعدة تجارب للشباب سواء اللي كانوا على صعيد تجارب من رواد الأعمال مثل أخوي حمد الهاجري مؤسس شركة وتطبيق سنونو، تكلم عن تجربته الشخصية في المجال وكيفية صنع هذا البزنس أو هذا المشروع يطبق على أرض الواقع مثل ما احنا شايفين حاليا. طبعا كان عندنا ايضا مسابقات سواء كانت شبابيه او مسابقات تتكلم عن الهويه القطريه، ايضا احنا ما نسينا ان احنا كدور وزاره الثقافه والرياضه وكدور اداره الشؤون الشبابيه في الوعي للشباب من خلال الهويه القطريه لدوله قطر.
تمام، رح ننهي لقاء اليوم مع آخر سؤال اللي هو إيش هي الصعوبات اللي واجهتوها في الملتقى الافتراضي؟ يعني متأكدة البرامج اللي تكون على أرض الواقع لها صعوباتها، إيش كانت هي الصعوبات اللي واجهتوها وشلون قدرتوا تواجهونها؟ طبعا بالنسبه للصعوبات الاشياء اللي واجهناها، يعني طبعا الحمد لله، يعني احنا ما نقول واجهناها، هذه يعني كلها بالنسبه لنا هذه كلها كتجربه صارت لنا احنا، نكون كملتقى افتراضي كامل على مدى 5 ايام، في كل يوم تقريبا ما يقارب من 6 إلى 5 نقلات مباشر. طبعا احنا يعني كان عندنا استديوهين موجودين في الملتقى، كان استديو للجلسات النقاشية والبرامج اللي تكون موجودة فيها، وعندنا الاستديو الثاني للورش. طبعا يعني احنا كان عندنا مدة دقيقة او دقيقتين في النقل المباشر من تغيير الكاميرا من استديو الى استديو مع تعديل الاوضاع والاضاءة. مثل ما انتم عارفين يعني هذه طبعا تتطلب جهد كبير، يعني من خلال اعداد الاتزان سواء الكاميرا او سواء الاضاءة اللي تكون موجودة للاستديو، من خلال تجهيز ضيوف الحلقة وضيوف المقدمين للبرامج الورش. طبعا ايضا طريقة التحقق من خلال البث، انه هو يكون البث بشكل كامل من غير تقطع، من غير اي مشاكل تقنية راح تكون. طبعا يعني احنا تمينا يعني نقعد لين اخر الليل عشان بس نتأكد ان هذه الامور ما تكون موجودة ونظهر للجمهور بشكل أفضل، بشكل ممتاز، بصورة تكون مشرفة للشباب. شكراً، يعطيك العافية أستاذ أحمد الأنصاري على وجودك معنا وعلى اللقاء معنا اليوم في الاستوديو.